هي القضية في الأساس قضية سياسية في تقديري الشخصي، تم توريط القضاء فيها لأسباب مقصودة، لأسباب سياسية مقصودة. يعني منذ البداية هي المشكلة مع مؤسسات المجتمع المدني في مصر، وبالذات الجمعيات الخاصة بحقوق الإنسان التي يعني سببت صداعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بسبب الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها. وطبعا منظمات حقوق الإنسان لعبت دورا مهما. احنا بنقولش المنظمات دي بقى منظمات ملائكية ويعني كل شيء فيها على ما يرام. المجتمع المدني ككل في مشكلات تتعلق بالتمويل، في مشكلات تتعلق بالاختراق الأجنبي، يعني في مشكلات كثيرة. بس هم كانوا بيغطوا على الفساد تماما عندما يريدوا التغطية على الفساد، ويحاولوا كشف الفساد أو كشف استخدام الفساد كحجة أو دليل عندما يريدون ابتزاز جهة من الجهات. فأنا عندي قناعة وعندي إحساس وعندي يعني دلائل بتؤكد أنه القضية منذ البداية هي قضية سياسية ورط فيها القضاء ما كان يجب على القضاء أن يتورط في هذا الموضوع، لكن علشان يخلوا الموضوع يبدو وكأنه يعني مسألة هم ما لهمش دعوة.